إطلاق السجل الوطني للرفض الذي سيسهل على المهنيين عملية تحديد المتبرعين الميتين دماغياً هو المشروع الذي أطلقته وزارة الصحة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء تجسيداً لقانون الصحة 2018. أعلمكم أنه تم إعداد وإطلاق السجل الوطني للرفض lancement du registre national de refus ou du refus وذلك تجسيدا لقانون الصحة وهذا الإنجاز بدون شك يسهل للمهنيين عملية تحديد المتبرعين الميتين دماغيا أي واحد يكون قال راهو حي في حياته قال خلاص أنا درك نروح نسجل روحي أنا ما نحبش نهار نموت يمسوا لي الأعضاء تاعي عليها سميناه السجل الوطني للرفض بدل من السجل الوطني للقبول باش تروح انت قال أنا كون نموت حط خليهم ياخذوا الأعضاء تاعي درنا العكس السجل الوطني للرفض لأن بزاف دول اللي ما نجحوا غير كي داروا السجل الوطني للرفض تاعهم كيف هكا قال واش معناه نهار قال قدامي واحد ميت نحب انا ناخذ الاعضاء نتاعو الحاجه الاولى راح نشوف السجل هذا اسمه فيه ولا ما كانش اذا كان ما كانش اسمه معناه على الاقل بالنسبه ليا مرفضش اذا العائله تاعو قال هذا راهو مرفضش كي كان حي ورغم هذا راح نتواصلوا مع العائلة باش قال خلاص انتم ما عندكم ما دخلكم هذه قضية تاعو هو دونك راح نزيدوا نشوفوا العائلة وناخذوا الأعضاء وإن شاء الله تكون صدقة جارية على الميت. ولتخفيف فاتورة الاستيراد قررت وزارة الصحة إعادة بعث مشروع زراعة القرنية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة. كنا نجيبوا في القرنية نجيبوا فيها نستوردوها من الخارج وتكلف بزاف الور درك راح نديروها عندنا احنا وماشي حاجة سهلة وماشي حاجة امبوسيبل الامكانيات قال الميتين عندنا عندنا واحد راه ميت راح ممكن يتبرع بزوج قرنيات والمرضى كاينين والكفاءات الطبية كاينة دونك ما كان حتى حاجة اللي تمنع هذه وراح ممكن منا الشهر الجاي ولا ان شاء الله راح نسمعوا باللي اول عمليات زرع قرنية في مصطفى باشا. إعطاء بصيص أمل للمرضى هو ما تعكف عليه فرق مختصة منبثقة من الجمعيات العلمية ووزارة الصحة التي عملت على بذل مجهودات للاستئناف التدريجي لعمليات زراعة الأعضاء مع مراعاة البروتوكول الصحي.